بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على أغلب الأنحاء، في رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة. في كمان فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة مساء على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وده هتكون على فترات متقطعة. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معانا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. حابين نطمن منك عن أخبار الطقس النهاردة، خصوصا أن احنا عارفين أن في رياح مثيرة للرمال والأتربة، وطبعا احنا بندعو كلنا لمرضى الجيوب الأنفية. بالفعل، يمكن كمان احنا شفناها بالأمس في بعض محافظات الجمهورية، ووصلت سرعات رياح في بعض الأماكن ل 50 و55 كيلو متر على الساعة بالأمس، وخاصة في المنطقة الغربية، بالإضافة كمان كان في ارتفاع مؤقت في قيم درجات الحرارة. اليوم هيستمر تأثرنا بالكتل الهوائية الجنوبية القادمة من الصحراء الغربية. سرعات الرياح اليوم هتتراوح ما بين 40 إلى 50 كيلو متر على الساعة، فبالتالي هيكون في استمرار بالفعل لنشاط الرياح المثير للرمال والأتربة في معظم محافظات الجمهورية. بالإضافة كمان طبعا نشاط الرياح ده بيؤدي لانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على الطرق، فلازم ناخد بالنا بشكل كبير. كمان نشاط الرياح اليوم هيوصل على مسطح البحر المتوسط ما بين 65 ل 80 كيلو متر على الساعة، فهيكون اليوم أيضا في اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط. البحر المتوسط غير مؤهل تماما لأي أعمال صيد وملاحة بحرية أو أعمال تنزل. ارتفاع الأمواج حوالي كام يا فندم؟ ما بين 3 إلى 5 متر اليوم على البحر المتوسط، فهيكون طبعا اضطراب شديد جدا لان سرعات الرياح قويه جدا على البحر المتوسط، وكمان سرعات الرياح عاليه جدا على محافظات الجمهوريه المختلفه. نشاط الرياح كمان اليوم هيخلينا نحس بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره، لانه متوقع اليوم درجات الحراره تنخفض عن الامس بحوالي من درجتين لثلاث درجات. العظمى على القاهره الكبرى اليوم متوقع ان هي تكون 25 درجه مئويه خلال فتره النهار، فبالتالي نشاط الرياح الموجود هيخلينا نحس بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره. اجواء معتدله خريفيه تماما فتره النهار في معظم محافظات الجمهوريه والمحافظات الشماليه، ممكن تكون مائله للحراره في المناطق الجنوبيه اللي هي جنوب الصعيد فترات النهار. فترات الليل مع غياب اشعه الشمس هيكون طبعا في انخفاض في قيم درجات الحراره، لكن هيكون في مزيد من الاحساس بالبروده في فترات الليل متاخر. فتره الصباح الباكر صغرى فتره الليل هتوصل ل 15 درجه مئويه، فهنحس بانخفاض كبير في درجات الحراره فترات الليل. المدن الجديده، الاماكن المفتوحه، الاماكن اللي هتظهر صحراوي بشكل كبير، بتحس اكثر كمان بانخفاض قيم درجات الحراره. اجواء بارده فتره الليل في معظم محافظات الجمهوريه. بالنسبه لفرص سقوط الامطار، مع تحول الكتل الهوائيه الى كتل هوائيه شماليه قادمه من على البحر المتوسط، اليوم خلال فتره المساء ان شاء الله متوقع ان يكون في فرص لسقوط الامطار على المحافظات الساحليه المطله على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري، وهتكون امطار ما بين خفيفه الى متوسطه، ان شاء الله ما تاثرش تماما على اي اعمال انشطه يوميه. فالامطار دي هتبقى تبدا فتره المساء وتستمر معانا غدا كمان، لان احنا متوقع استمرار التقلبات الجويه. كنت اسال حضرتك على الرياح المثيره للرمال والاتربه، هل مستمره معانا كذا يوم ولا هتنتهي امتى؟ الرمال والاتربه هينتهي اليوم ان شاء الله بتحول الكتل الهوائيه فتره المساء لكتل هوائيه شماليه، هتنتهي تماما الاتربه والرمال المسارع، ويبقى فقط اضطراب حركه الملاحه البحريه على مسطح البحر المتوسط غدا ان شاء الله، ارتفاع امواج ما بين 3 الى 4 متر، وكمان هيكون معانا فرص لسقوط الامطار هتستمر على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط على مدار يوم غدا باذن الله، وانخفاض في درجات الحراره اخر، لانه متوقع غدا كمان عظمى على القاهره الكبرى 23 درجه مئويه، فغدا الاجواء تبقى اشبه بالاجواء الشتويه لان هيكون فيها مزيد من انخفاض في قيم درجات الحراره. ومع يوم الثلاث ان شاء الله تبدا تتاثر الاحوال الجويه بشكل كبير، هتتلاشى فرص سقوط الامطار، هتعتدل سرعات الرياح، ويبقى انخفاض قيم درجات الحراره. فعشان كده احنا هننصح كل مرضى في الصدريه والجيوب الانفيه، لو احنا خارجين النهارده لازم نرتدي الكمامات، لان هم طبعا اكثر ناس بيعانوا في الوقت ده بسبب الاجواء اللي فيها اتربه ورمال مساره. القياده تكون بهدوء تام على اغلب الطرق مع انخفاض الرؤيه الافقيه بسبب الاتربه ورمال المساره، ونبتعد عن الواح المعدنيه، الاشجار، المباني
هلك اعمده الاناره طبعا بسبب سرعات الرياح العاليه. وطبعا لازم نستدي الملابس الشتويه لو احنا بنخرج فتره الصباح الباكر او بنرجع من اشغالنا فترات الليل متاخر، لان خلال الايام المقبله هنحس بمزيد من البروده. وطبعا المتابعه اليوميه للنشاط. يعني خلاص كده نبدا نخلص يعني نطلع الهدوم الشتوي زي ما بنقول ونشيل الصيفي، كل البيوت المصريه منتظره ده لحد دلوقتي مش قادره تحدد بالظبط تعمل ايه. لا هو نبدا طبعا تدريجيا نرتدي الملابس الشتويه، وخاصه لو احنا من الناس اللي بنخرج كتير فتره الصباح الباكر او بنرجع فترات الليل المتاخر، لان خلال الايام المقبله درجات الحراره كلها تكون فيها انخفاض باذن الله فترات النهار وايضا فترات الليل. السؤال الاخير لحضرتك، هل الامطار دي هتمتد الى القاهره الكبرى وكمان بالنسبه للشبوره اللي بتصل يعني كثيفه ولا ضعيفه اليومين دول؟ طيب، هي فرص تكون الشبورة المائية الأول خلال الأيام دي يعني النهاردة وبكرة مش موجودة تماما، لأن نشاط الرياح مش هيساعد على تكون الشبورة المائية، لكن هتعود في الظهور إن شاء الله من يوم الثلاثاء اللي جاي الشبورة المائية، وهتظهر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والطريق من المسطحات المائية، وأكيد طبعا هتأدي لانخفاض في الرؤية الأفقية، لكن على الأقل في 48 ساعة القادمة مفيش أي شبورة مائية. بالنسبة لفرص سقوط الأمطار هي هتبقى فقط في المناطق الساحلية وشمال الوجه البحري، فمش تمتد لأي مناطق من القاهرة الكبرى بإذن الله، لأن المنخفض الجوي السطحي بيأثر أكثر على المناطق الموجودة في حوض البحر المتوسط. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو مركز الإعلام بعيد الأرصاد الجوية عن المتابعة اليومية معنا لحالة الطقس. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. هنبدأها من القاهرة العظمى 25 الصغرى 17، العاصمة الإدارية 25 17، اسكندرية 24 17، العالمين الجديدة 24 17، مطروح 23 14، دمياط 25 17، بورسعيد 25 18، الإسماعيلية 26 13، السويس 25 14، العريش 25 13، كاترين 19 4، طابا 25 15، حلايب 30 22، شلاتين 31 22، شرم الشيخ 32 20، الغردقة 31 19، الفيوم 24-12، بني سويف 24-11، الوادي الجديد 29-10، أسيوط 25-11، سوهاج 26-13، قناة 29-14، الأقصر 30-15، أخيرا أسوان 32-16. يا ريت النهاردة ناخد بالنا خلال النزول في ساعات اليوم من الرياح المثيرة للرمال والأتربة، ونرتدي الكمامة علشان مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ما يتضرروش، وكمان بنأكد أن في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فيا ريت نرتدي الملابس الثقيلة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر علشان ما نتعرضش لنظرات البرد. هرجع مرة تانية لمحمد ومنى علشان نكمل معاكم فقرات صباحية مصر. شكرا ليك يا دينا. شكرا ليك.